التعامل مع ارتفاع أسعار عدد من الأدوية. واستعرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لتطوير المناهج الدراسية والاستعدادات الجارية. عرض وزير الكهرباء الموقف النهائي لمشروع إنشاء محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة. وكان المجلس قد استهل أعماله في جلسة صباحية بمناقشة اختفاء طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، حيث قدم وزير الطيران شريف فتحي تقريرا عرض فيه المعلومات المتاحة حتى الآن عن الطائرة واختفائها.